يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن ندفع الزكاة لبناء مركز إسلامي يشمل مسجدا ودار تحفيظ للقرآن ومستشفى خيري لعلاج الفقراء ومكتبة خاصة، خاصة أن الهدف من المشروع محاربة دعوة التبشير التي تقوم بها الكنيسة، هل لنا أن ندفع من الزكاة بهذا الأمر؟ الزكاة تقصر على مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين، لا تخرج عن هذه المصارف لأن الله حصرها فيها. أما بناء المساجد والمراكز الإسلامية فهذه تمول من التبرعات من الصدقات، لا تعمر المساجد من الزكاة ولا تعمر المراكز من الزكاة ولا المدارس لا تعمر من الزكاة، المشاريع الخيرية لا تعمر من الزكاة، إنما تمول من تبرعات المحسنين. نعم.